في أحد الجزر في كوستاريكا في جزيرة اسمها جزيرة السعادة، منطقة هادية وجميلة وفيها اتنين أصدقاء بيتمشوا في الغابة ومستغربين من الهدوء الزيادة اللي حواليهم، وفجأة يلمحوا حد بيراقبهم، فسابوا المكان وراحوا لمنطقة المقابر. وحاسس رولو إنها منطقة مريحة، ولا هو ولا شيس محترمين حرمة المقابر، وفجأة يلمحوا حد تاني مراقبهم برضو. زهق رولو وخد خشبة كبيرة وقرر يروح يهجم على الشخص الغريب ده، بس اتفاجئ انه مجرد تمثال، وتظهر صديقتهم التالتة كيلي وهيشربوا المشروب بتاعهم في مبنى غريب لقوه، ولما دخلوا لقوا اقنعة غريبة وسيف حاد، وبرضو رولو محترمش حرمة المكان وبيتريق على الاثار. وفجأة حد قفل عليهم الباب، ولما تروح كيلي تفتحه تلاقي حد مقنع غريب في ظهر رولو وهجم عليه وقتله. جريت هي وشيس، ومن كتر خوفهم كل واحدة فيهم راحت اتجاه غير التانية، والسفاح تتبع كيلي الاول وخلص عليها. وشيس بتجري بتحاول ترجع لزمايلها في حمام السباحة، وللأسف ما لحقتش تستنجد بيهم، وفجأة السفاح جه من وراها وخلص عليها في الغابة. قبل ساعة بقى من حصول جرائم القتل دي كلها، وصلت مركبة جديدة لجزيرة السعادة في كوستاريكا، وهيعملوا حفلة هناك. ومن اهم شخصيات فريق العمل بتاع الحفلة دي هي جيني واخوان وبوتمان صاحب الشعر الكثيف، والدي جي بتاعهم ديف وهو اخو جيني، وشرطي الحفلة هو سام، والعضو الجديد بتاعهم هو متخصص التدليك لارس. وساعتها كانت كيلي واخدة مشروبات ورايحة للغابة مع رولو وشيس طبعا، وهم التلاتة ماتوا هناك على ايد السفاح المقنع. وصاحب الحفلة دي عنده شركة للحفلات، وهو مغني قديم اسمه كون كيت، بيطلب من كل الموجودين انهم يستمتعوا ويحتفلوا كتير هنا اكنها اخر حفلة في حياتهم. وطبعا السفاح مراقبهم وهيصطادهم واحد واحد. بتظهر بنت تاهت عن الشباب واسمها بينالوب، وحيدة وجات هنا الجزيرة عشان تلاقي حبيبها المستقبلي وتفصل شوية عن جو العمل في المدن. وتقابلها كيلي وترشدها لطريق العودة لباقي الشباب، ولاحظت ان بينالوب طيبة وتتمنى ليها انها تستمتع هنا، يمكن تكسب الغوريلا دي. وساعتها الشباب مستمتعين في الحفلة ومش واخدين بالهم بشيس اللي ماتت على ايد السفاح في الغابة وما لحقتش تصرخ حتى. ومتخصص تدليك لارس عنده قدرة خارقة، وهي انه يقدر يلمس اي حد بايده ويخليه يحس بالراحة والسعادة ويفقد التحكم في نفسه كام ثانية كده. وهو برضو عضو جديد هنا، ومثله الاعلى هو المغني صاحب الحفلة كون كيت. والناس كلها بالليل مبسوطة وفرحانة بعد نجاح اول يوم حفلة ليهم هنا، حتى بينالوب الدنيا بتضحك لها، وتعرفت على اخوان من منظم الحفلة دي، والاتنين اعجبوا ببعض. والطباخ بتاعهم اسمه كارلوس، لما خرج يتمشى بره لقى ملحوظة بتقول ان فيه اصدقاء خرجوا في رحلة بحرية وما رجعوش لحد الوقت. وفجأة يسمع صوت حواليه، ولما يروح يتأكد يلاقي حاجة بتتحرك، وفجأة السفاح جاله وخلص عليه. وبيحكي ديفيد دي جي للشباب عن اسطورة عن الجزيرة دي، كان فيه شاب زمان اسمه ماشيتي سمع نداء من بنت جميلة بالليل في الغابة وراح معاها، ولكن اتصدم لما طلع كل ده سحر، ولقى نفسه فجأة مع جثة مش بنت جميلة ولا حاجة، وبسبب السحر ده اتجنن على الاخر وقعد يقتل في كل الناس واختفى. وساعتها الاسطورة بتقول ان اي حد بيدخل هنا بيموت، طبعا محدش فيهم مصدق وبيضحكوا. وفي نهاية السهرة مستغرب كونكت المدير من غياب رولو وكيلي وشيس لحد دلوقتي، لانهم اصلا مهمتهم حراسة المكان وهم جزء من فريق العمل، وكلهم مش عارفين انهم ماتوا اصلا، ويعتقدوا انهم بيلعبوا ولا حاجة في الغابة وهيرجعوا الصبح مثلا، ولارس وسام هيحرسوا هم المكان مكانهم. الصبح حل عليهم ولحد دلوقتي ولا رولو ولا شيس ولا كيلي ظهروا، وده سبب قلق لكونكت المدير، ولاحظ عبارة غريبة من اغانيها عن شخص هيتحدف عليهم من السماء وهو ميت، فاعتقد ان حد بيهزر معاهم ولا حاجة، خصوصا انه بيقول انه هيكون مربوط في مركبة. وفيه متاهة بيلعب فيها الشباب وبيجمعوا نقط وبيبدلوها بجوائز لو نجحوا يقبضوا على البشر المتنكرين في زي فاكهة. وواحد من الفريق اسمه كليف، وهو بيتمشى في المتاهة لقى السفاح متنكر في فاكهة هو كمان وهجم عليه وقتله، وكليف كان فاكره من فريق العمل ولا حاجة، والسفاح بيقتلهم الصبح
وبالليل، وبتكون كيلي معجبة بلارس ولمساته السحرية، وحاسة ان الدنيا الهادية هنا هي اشارة للحب. وفجأة الاشارة جت واتحدف من السماء حد جنبهم، وكان مربوط في مركبة، ولما راحوا يتأكدوا منه لقوه الطباخ كارلوس اللي السفاح قتله، ولقوا السفاح حافر على جسمه انه شخص شقي مش مصدقين نفسهم، ولقوا القارب اللي كان حدف لهم كارلوس مشي لوحده بدون سائق، وكمان بوتمان نادى ديف واخوان عشان هو كمان لقى كليف صديقهم مقتول في المتاهة، والشرطي سام مستغرب، ومكتوب على كليف كلمة شقي برضو زي كارلوس الطباخ، والسفاح كاتب لهم انه بيقتل العمال وبس. ولما راحوا لخريطة العمال لقوا السفاح شاطب بالدم على اساس الخمس عمال اللي خلص عليهم، والدور هيبقى على مين يا ترى، ولقوا ملحوظة مكتوبة برضو في مقطع من اغاني كونكت، وبتدل انهم ما يقولوش لحد خالص على جرائم القتل، ويكملوا عملهم زي ما هما، لاما هيخلص على الكل هنا. وكده استنتجوا ان السفاح بيلعب معاهم لعبة الموت. ولما راحوا يدوروا على القوارب للهروب من هنا لقوها كلها مختفية، حتى التليفونات الارضية مقطوعة، والتليفونات المحمولة شبكتها مش شغالة هنا، حتى الراديو حد بوظه. وكده بقوا معزولين ومحبوسين هنا في الجزيرة، ويلاقوا خبير الامن بتاعهم هانك ظهر ويقول لهم لازم نلعب لعبة السفاح ونصطاده هو في لعبته، احنا هنكمل شغلنا عادي خالص، وانا هراقبكم، واول لما يظهر ههجم انا عليه وهقتله، الهروب مش حل لينا، لاما هو اللي يكسب لاما احنا اللي نكسب، وهو شخص واحد بس واحنا كتير عليه كده كده. حتى نهاية الحفلة دي بعد 4 ايام، ومركبة العودة مش هتيجي قبل الميعاد ده، وكده كلهم ما عندهمش حل غير اتباع خطة هانك. ولارس وكيلي بيدوروا في اغراض الناس يمكن يلاقوا اثر للسفاح منهم، بس فشلوا وما لقوش حاجة. راح بوتمان يشغل شوية موسيقى تحسن من مزاجه وتحسن من مزاج الناس ليحسوا بالخوف بتاع فريق العمل. اكتشف بوتمان رسالة اعتذار من كونكت المدير لابن اخوه ديف الدي جي بخصوص عيلته، ومش فاهم بوتمان حاجة، ولقى فجأة خبر قديم بيقول ان فيه اب وام ماتوا في احد حفلات كونكت زمان، والطفلين نجوا وهم ديف الدي جي وجيني اخته، فيشك بوتمان ان السفاح هو ديف وبيقتل في الناس عشان يسوق سمعة الحفلات وينتقم من كونكت لموت ابوه وامه. ويوم ماشية في الغابة حست بحركة حواليها، وتلاقي السفاح جالها بالسيف فتجري منه بسرعة، وتلاقي هانك قدامها معاه حتة حديدة فهيستخدمها لقتل السفاح، ولكن السفاح بكل سهولة خلص على الخبير الامني الخبرة هانك بالسيف، وكمان راح على يو وخلص عليها. وسمعت جيني صوت محرك للقوارب قريب منها فتستغرب، لانهم لما دوروا كان كل القوارب اختفت بفعل السفاح. فالصبح قالت لكونكت وباقي الفريق، وجالهم لارس ويقول لهم انا اكتشفت نمط السفاح في قتل فريق العمل بتاعنا، وراح سمعهم لبعض من اغاني كونكت زمان اللي فيها جملة بيهبط من السماء ميت، ودي كانت نفس الطريقة بتاعت قتل كارلوس الطباخ، وكمان الضربة القاضية من السيف في المتاهة هي نفس الطريقة اللي مات بها كليف في المتاهة. السفاح ده بيقتل فينا بنفس طرق كونكت ذكرها في اغانيه زمان. السفاح ده مش ساحر ولا حاجة، ده حد مجنون بكونكت، ده مش السفاح الاسطوري مشيتي. وجالهم خوان انه لقى في الرمل مدفون هانك ويو، وكلمة شقي مكتوبة عليهم برضو، وكده الوضع بقى خطير جدا. السفاح قتلهم على نفس طريقة ذكرها كونكت في احد اغانيه، حتى يوه اللي اتدفنت في الرملة كانت مذكورة برضو. والسؤال المهم دلوقتي، هم السبعة هيتصدوا ازاي للسفاح ده؟ ده حتى الخبير الامني هانك فشل يقتله. بوتمان والكل ما عدا جيني شاكين في لارس العضو الجديد بتاع التدليك، لانه من ساعة لما ظهر معهم السفاح كمان ظهر، وهو اللي استنتج طرق موت الناس على نفس طرق ذكرت في اغاني كونكت، ودايرة الاتهام اصبحت على لارس وهو مش واخد باله. قرر بوتمان ياخد لارس معاه يبيته في الغابة ومعاهم اسلحة املا انهم يقبضوا على السفاح، وبوتمان يتأكد هل لارس سفاح ولا لا، وكمان غرفته هتبقى فاضية ساعتها عشان الشباب يفتشوا فيها. وبوتمان حاسس بخوف من لارس بس مفيش حل تاني، واخوان وجيني بيراقبوا المكان يلاقوا فجأة بينالوب جات لهم ومعاها اخطبوط متقطع عشان ياكلوه، خافوا منها لان في اغنية الكونكت اسمها الاخطبوط برضو، فخايفين لا يموتوا وهم مستحيل يشوفوا
يشكوا في بينالوب لانها طيبة وكمان بتحب اخوان ومش عارفين يعملوا ايه. ولارس مع بوتمان في الغابة لاحظ لارس نظرة خيانة من بوتمان ويقول له على فكرة مستحيل يكون السفاح هو انا ايدي ناعمة بتدلك وبتخليك تحس بالراحة، انا مستحيل اقتل او امسك سيف. وحاسس بوتمان ان لارس صادق واكيد ديف هو السفاح للانتقام من كونكت. وسام وديف يفتشوا في غرفة لارس ملاقوش غير سيف ساموراي لارس مقتنيها عشان بيحبه. والمفاجأة لما فتشوا في الدولاب لقوا صور للارس متركبة على صور لكل فريق العمل بتاعه، فيعتقدوا ان لارس بيقتل فيهم بسبب حبه لكونكت وعايز يبقى هو القريب منه بس. والصبح لقوا لارس لقى القارب اللي جيني سمعت صوته، بس للأسف الفرحة لم تكتمل لان القارب عطلان اصلا وملهوش فايدة. وسألوا لارس هو بوتمان اللي كان معاك فين، فيقول لهم انا لما صحيت الصبح في الغابة ما لقيتهوش، انا مستحيل اكون سفاح، بس هم شاكين فيه بسبب الصور. فيقول لهم انا معجب بكونكت من الصغر وركبت صوري مكانكم عشان اتمنى لما اكبر اقرب منه وحلمي تحقق. مش مصدقينه وقرروا يحبسوه في غرفة ويقفلوا عليه لانه لما كان مع بوتمان امبارح في الغابة ما حصلتش جرائم قتل، فاكيد هو السفاح. على العموم هيحبسوه في الغرفة ولو حصلت جرائم قتل تانية يبقى هو بريء وهو مش السفاح، ولو ما حصلتش جرائم قتل يبقى اكيد هو السفاح. حتى جيني وافقت على الاقتراح عشان امان باقي زمايلها. قررت جيني تخفف عن نفسها شوية وتنزل تعوم، بس حست بحركة غريبة حواليها وطلع شاب بيعمل فيها مقلب مش اكتر. بس فجأة السفاح ظهر بتلفزيون وهيرميه في المية وهيكهربهم. حاولت جيني تحذر الشاب بس ما كانش متوقع ان فيه سفاح هنا اصلا ومات صعقا. وجريت جيني بعد ما تأكدت ان لارس مش السفاح ولقت بوتمان قدامها، وجالهم سامي الشرطي ويقول بوتمان انا عرفت السفاح مين، وراحوا لغرفة لارس عشان يحرروه، بس اتفاجئوا انه هرب من انابيب التهوية وكده شكهم لسه فيه برضو. لما كلهم تجمعوا يقول الشرطي سام اكيد خوان هو السفاح لانه اتسجن قبل كده، بس يقول خوان الناس كلها عارفة ان اتسجنت ظلم، انا مش السفاح. وفجأة الازاز يتكسر ويلاقوا كونكت المدير مشنوق والسفاح خلص عليه. فيقول لهم بوتمان ان ديفيد دي جي هو السفاح اللي بيقتل فينا عشان ينتقل لموت ابوه وامه زمان، بس ينكر ديف واخته جيني ويقولوا ان الناس عارفة انها حادثة بسبب تهور ابوهم وامهم، وعمهم كونكت كتب لهم شركة الحفلات كلها باسمهم اصلا ومفيش بينه وبينهم اي مشكلة خالص. مش عارفين يعملوا ايه ويلاقوا لارس قدامهم وقرروا يقعدوا كلهم مع بعض، ولو جرائم القتل استمرت يبقى السفاح مش واحد منهم اصلا. بس كلهم رفضوا الفكرة خوفا من لارس لاما يقتلهم ولا حاجة، وعملوا غلطة كبيرة وتفرقوا عن بعض. وراح ديف للدي جي بتاعه يستمتع وناسي حوار السفاح خالص، وراح لارس مع جيني يجيبوا سيوف الساموراي للدفاع بس ما لقوهاش. وفجأة سمعوا صوت صراخ، ولما راحوا يتأكدوا لقوا ان مصدر الصوت هو غرفة الدي جي ديف، ويتصدموا لما دخلوا ولقوا السفاح قاطع راسه ومعلقها على قرص تشغيل الاغاني. خافوا وسمعوا صوت السفاح واستخبوا في غرفة جيني تحت السرير، ولقت جيني جنبها قفل، ولما حد دخل ربطته من رجله في السرير وهي مش معاها مفتاح لفتح القفل. والشخص ما طلعش السفاح، ده طلع صديقهم بوتمان، والسفاح ظهر وحدفه بالسيف. وجيني ولارس هربوا وفشل بوتمان في الهرب بسبب رجله المربوطة. وصل لارس وجيني للحفلة ومتماسكين عشان الناس ما تعرفش بخصوص السفاح هنا، بس فجأة السفاح يشغل كشافات الإضاءة والناس تشوف كل الضحايا اللي السفاح قتلهم متعلقين، وكلهم خافوا وجريوا بسرعة. واخوان جه ومن الدم اللي عليه حسوا ان هو السفاح، فيقول لهم لا انا لقيت بوتمان ميت وخدت السيف للدفاع، وادى السيف للارس عشان يطمنهم. سمعوا صوت صراخ الشرطي سام وراحوا لمصدر الصوت ولقوا احواض فيها طين سائل وسام غرقان فيها وميت. ولكن فجأة طلع سام الشرطي حي وهو السفاح وخد السيف من لارس، ويقول انه عرف ان كونكت كتب الشركة باسم ابن اخوه ديف، وديف اصلا الدي جي متهور وهيبوظ الشركة، فانا اللي استحق بتملك الشركة والفلوس لاني اقدم واحد شغال هنا، عشان كده قررت اقتل كل فريق العمل عشان كونكت ملهوش اي ورثة، وبالتالي ما يتبقاش للشركة وريث غيري انا وبس. وبما ان لارس عنده قدرة خارقة فلمس السفاح واضعفه وخلى
وجيني اخوان يهربوا وهربوا وقفلوا على نفسهم، بس فجأة لقوا السفاح بيغرق في بينالوب حبيبة خوان في المية، فراح خوان جاب فاس وكسر الازاز، ولما نزل سام السفاح خد الفاس، ولما يجي يقتلهم ظهر لارس وطعنه بالسيف وخلص عليه. والصبح حل ونطوا في المية عشان يحاولوا يشاوروا لأي سفينة او مركبة هتمر في المية قريب منهم، بس فجأة لقوا القوارب كلها مدفونة تحت المية والسفاح سام غرقها. فطلب لارس من خوان يروح يجيب مروحة الانطلاق من احد القوارب اللي تحت المية ويركبها في القارب اللي لقوه ويهربوا من هنا. ظهر خوان وجاب المروحة، ودي كانت اخر حاجة كويسة يعملها لان السفاح سام لسه حي وظهر وخلص عليه وظهر لهم وهم مش مصدقين نفسهم. فراح لارس ربطوا بالحبل وشدوا حوالين الخشب وقعدوا يشدوا ويلفوا جامد بالقارب، الحبل ضغط بقوة على جسم السفاح وقسموا نصين، ومات سام اللي تحول لسفاح بسبب طمعه في الفلوس والشركة، وتمكن لارس من انقاذ اخر من تبقى من فريق العمل وهو حبيبته جيني وبنالوب حبيبة الميت خوان، وهيكلموا القوارب لانقاذ البشر اللي موجودين على الجزيرة. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص، ولمزيد من افلام السفاحين هتلاقوا روابط ليها في الوصف تحت الفيديو، فيها اكتر من 150 فيلم سفاح.